السلام عليكم. اليوم نروح ولايه تلمسان لنقف عن اشغال تاع التهيئه نتاع ملاعب التنس بمدينه تلمسان. اذا هذا هو مركب يبان جيد وجميل لانه فيه محيط غابي وفيه حدائق محيط طبيعي شيء يريح النفس. ماذا بينا تكون فيه تهيئه بمقاييس معمول بها دوليا، ان شاء الله تكون فيها هذه المقاييس وان شاء الله يكون فيه استغلال جيد لهذه الملاعب في ميدان التنس، لانه المفروض التنس رياضه لازم تكون رياضه شعبيه، ما تكونش حكر على طبقه معينه من المجتمع. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.